وهذا تصميم الكابينة الداخلية للرانجلر الجديدة. هلا 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 شوفوا، وهاي الرانجلر الجديدة، هلا هلا على الشكل الخارجي قد حلوة السيارة صايرة. طبعا الواجهة الأمامية صايرة شوية أنحف فتبين أعرض، هو عرض السيارة نفس الشيء بس لأن الواجهة صايرة أنحف فالسيارة تبين أعرض، شكلها كلش حلو صاير. هنا نشوف هذا الشكل الجديد موديل 24 وهذا الشكل القديم موديل 23. هنا الواجهة شوية بها علو، هنا الشبك بلون البودي بانل شوفوا. اما هنا بالجديد الشبك صاير ديستينكتيف او مميز اكثر، جايه بالبلاستيك المضاد للخدوش، هذا يخلي الشبك يبرز اكثر مع حاضنات الاضاءه الاماميه. الشبك الامامي الحلو ذات السبع خانات من جيب، ومننا نضايفين فد ديكور حلو، الاضاءه الاماميه LED بالكامل. هنا السياره جاء عليها رافعه او ونش من شركه وارن. طبعا هنا فئه الروبيكون عندنا اللي هي تجي فول، والسياره مجهزه بكاميرا اماميه وخلفيه، الكاميرا الاماميه بها زراقه تفيد بالاوفرود، وجايب حوافد شاملغ واقيات مالطين شوفوا بصراحه شكلها حلو، شاملغ الامامي ايضا شاملغ الخلفي ايضا موجوده. طبعا السياره عليها تايرات 35 انش مال اوف رود، تايرات صخريه، وحتى الويل مالها بيتلك. طبعا التايرات بي اف جودريتش، وحجم التاير راح يكون عندنا 315 على 70 على 17، حجم الويل 17. وبنيد السياره بي مثل فتحات، طبعا هذا الشيء موجود من الجيل السابق، شكله جميل. وعندنا بصمه الروبيكون، وعندنا هذا التصميم المميز لاضاءات ال LED اللي جت على سيارات جيب من موديلات 2018 وفوق. ال LED الجاي لنا هم يجي ك LED نهاري وكذلك يشتغل كاشاره. وطبعا تصميم الشامل كلش حلو جاي مننا، ومننا ايضا عندنا تصميم مثل فتحه تهويه لكنه فقط ديكور. كذلك عندنا على الجانب لان هاي روبيكون بها حدايه حمايه على الجانب موجوده، بالجيل السابق ما كان هيك عريض، بهذا الجيل معرضين الحدايد حتى تصير ايضا مثل دوسه تستفاد منها. وهنا ايضا نشوف السياره من الجانب، هاي طبعا السياره شايلين الكفر مالتها، الكفر من هنا مثلا تشيل اجزائها، والجزء الاخر ايضا شايليه بالمخزن. التصميم الجانبي، وهاي تصميم السياره من الخلف، بصمه الوكيل عليها شركه هارلم، اضاءه خلفيه LED، بروجكترات، حساسات خلفيه موجوده، وهذا السبير الضخم حتى اضاءه البريك موجوده هنا على السبير، ومن هنا كاميرا الرجوع الخلفيه، وهذه السياره من الجهه الاخرى. طبعا من الشغلات الاخرى اللي تبدلت بالسياره ايضا الاريال قام يجي هنا، الاريال كان ناقص، الاريال صار بالجامعة، اريال الراديو صار بالجامعة، هذا الجيل القديم شوفوا الاريال منصب هنا. وشوفوا الفرق بين الحمايه الجانبيه بين الجيل القديم، هذا الجيل القديم والجيل الجديد، مثل ما ذكرنا الجيل الجديد صارت اعرض هاي الحمايه، تقدر تستفاد منها كدوسه ايضا وفقط حمايه. طبعا السياره بصمه ودخول ذكي، طبعا هذا هو سويتش السياره، عليه فتح وغلق وتشغل عن بعد، السويتش نفس الجيل السابق وبي هذا المفتاح ايضا، والبصمات موجوده على الابواب الاماميه، وهذا زر التشغيل الذكي. وهذا تصميم الكابينه الداخليه للرانجلر الجديده، هلا 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 شوفوا شاشه كبيره افقيه 12 انش. طبعا السياره يجي عليها نظام خرائط نافيجيشن فعال من المصنع، والستيرن جاي كله تغليف جلد وفخم، تحكم جهتين، السياره جاي بها رادارات، رادار مثبت السرعه المتكيف، وكذلك بها بريك الطوارئ ايضا. نشوف هنا التصاميم الحلوه لشركه جيب، هنا لمسات تصميمية حلوة، ضايفين صورة جيب الرانجلر وكذلك الجلاديتر هنا. ولأول مرة الرانجلر قام يجي بكوشنات كهربائية، بالأجيال السابقة الكوشنات يدوية حتى في أعلى الفئات، بهذا الجيل لا كوشنات كهربائية، وهذا النوع من الكوشنات أيضا ووتر بروف يعني صدق كهربائي، لكنه بي انسوليشن وعزل قوي بحيث المي ما يأثر عليه، لأنه سيارة تعرفون مخصصة للأوف رود، مخصصة لاستخدام الشاق، سيارة بودي أون فريم، شاصي منفصل، سيارة قوية كلش. وهاي مقاعدها بصمة الروبيكون وعلى مقاعد جلد، جلد فاخر بصراحة. وهنا أيضا الكوشنات الأمامية بها تدفئة 3 درجات، وهذه الحساسات طفية وتشغلها، نظام التشغيل والإطفاء الذكي، سيطر على المكيف مناخين منها، كذلك منها السيطر على الترفيه أيضا الموجود بالشاشة، ومنها نسيطر على الجامات الأبواب، لأن أبواب هاي السيارة تقدر تشلع فسيطرة الجامات موجودة هنا، وكذلك هنا أيضا عندك USB Type-C وكذلك USB عادي وأوكسيلري، ومن هنا أيضا عندك أزرار إضافية تقدر تضيف أنت أكسسوريز أو إضافات للسيارة من إضاءات أوفرود وغيرها، جاهزين لك أزرار بس تربط الوايرات منها تشغلن. ومن أيضا سوي بار ريأكتيفيشن موجود بالسيارة هاي، لأن فئة الروبيكون يلغي عمود التوازن فالسيارة تقدر تجتاز الصخور بكل راحة. طبعا السيارة
دبل خفيف دبل ثقيل دفع رباعي، نظام قفل اكسل بها. هنا نشوفه قفل اكسل الامامي زائد الخلفي او قفل اكسل الخلفي فقط. يعني سيارة اوف رود قوية، سيارة ايكونية، سيارة ممتازة. هذا الجير الاوتوماتيك زد اف الشهير، جير ممتاز وذكي جدا. وهنا الترانز اكسل او الدبل جير. وهاي الكراسي الخلفية للسيارة، شوفوا مساحات جلوس ممتازة بهالسيارة خاصة لهاي الفئة. شوفوا هنا الكراسي جلد طبعا بشكل حلو، وكذلك النفق بالنص مو كلش عالي، والشخص القاعد بالنص يقدر يخلي رجله هنا، لان هاي المناطق كلها مناطق قوية، اكو منطقة خزن، اكو منفذ كهرباء عادي لحد 150 واط 230 فولت، يعني كهرباء مثل كهرباء العراق. والجو هنا بمنافذ يو اس بي اعتيادي وتايب سي ايضا، ومن هنا تفتح الجامات، ومن هنا فتحات المكيف ايضا جاي بشكل بسيط وعملي حتى تنطيك شنو عملاني وعمر طويل. وهذا صندوق السيارة، طبعا سيارة يتوفر عليها سب اوفر، يعني نظام الصوت ايضا ممتاز. سماعات موجودة ايضا على هاي العوارض، موجودة بالامام بالداشبورد اربع سماعات. وهذا محرك السيارة، طبعا محرك 6 سلندر بنتا ستار على شكل حرف في 3.6 لتر، محرك معروف لدى شركة جيب، صار المهواة يستعملوه، محرك جيد بصراحة ومواده متوفر بالاسواق. والمحرك هذا يعطي 285 حصان و 340 نيوتن متر كأرقام قوة. طبعا المحرك مربوط على جير اوتوماتيك زد اف من 8 سرعات. وهذا اللون جاي على السيارة ولا غلطة، شنو رأيكم بهذا اللون؟ يمكن يسموه اورورا جرين. متابعين الاعزاء، هاي رانجلر متوفرة عند وكيل شركة جيب في العراق، شركة هارم للوكالات التجارية، في معرضهم في مدينة اربيل قرب غرفة تجارة اربيل. سعر السيارة 89,900,000 دينار عراقي، هذا السعر بدون لوحات، والسيارة عليها ضمان لمدة 3 سنوات او 60,000 كيلو. طبعا هذا السعر بوقت نشر الفيديو، والاسعار ممكن ان تتغير مع الوقت. لهنا واني وصلت لنهاية الفيديو، اللي اريده منك شنو؟ ان لا تنسى ان تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة، سواء كنت تشوفنا على اي منصة، تيك توك، انستغرام او فيسبوك او يوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.